حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول. هو أبو الوليد أحد المخضرمين، عاش 60 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. شاعر شعراء المدر، كان من سكان المدينة من قبيلة الخزرج، واشتهرت مدائحه في الغساسنة وملوك الحيرة قبل الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. قال حسان رضي الله عنه في همزيته من بحر الوافر: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء.